السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سائق في الدفاع المدني، قمنا في خدمة المجتمع بشكل كامل بأي منطقة بتعرض إلى الشعب السوري، فنحن كنا يعني عناصر الدفاع المدني، كنا جاهزين في أي لحظة لأي إصابة أو غارة أو حوادث أو حرائق. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى قدرنا لهذا العمل متطوعين في الدفاع المدني لهذه الأمور. والله سبحانه وتعالى في أحد أيام دوامي كنت طبعا كسائقين نحن ممكن نستخدم كل السيارات، ممكن يكون أنا في سيارة النجدة أو بالصهريج أو ملحق أو الإسعاف، ولكن تقديراتي كانت في هذا اليوم على سيارة الإسعاف في منطقة الأتارب قريب على قرية معراتي. كان الطيران طلعاته يعني زائدة، فكنت قريب على قرية معراتي بحالة تأهب لأي غارة، وتم الأمر نفذ النظام الفاسد، نفذ على مخيم، انطلقت في سيارة الإسعاف للمخيم اللي نفذ الغارة. فمجرد ما وصلت للمكان الغارة أعادت الطيارة غارة تانية، الله سبحانه وتعالى لطف فينا، نفذ صاروخ عنقودي، قنابل عنقودية، فالله سبحانه وتعالى قدرنا أنه يكون بعيدة. بعد ما أخلاء المصابين وأدينا بشكل جيد من فضل الله عز وجل، عدنا للنقطة اللي كنا الرابط فيها تأهبا لأي عمل تاني أو حوادث. فغارة الطيارة على نفس القرية معراتي على مخيم بالجهة الثانية، الأولى كانت في المنطقة الغربية عن القرية والثانية كانت بالمنطقة الشرقية شرق القرية. فانطلقت سبحان الله إلي تقديرات، وصلت للمكان اللي نفذت فيه وعادت الغارة الثانية، فكان نصيبي كعنصر سائق دفاع بالدفاع المدني لإنقاذ الناس. فكنت أنا بحاجة لإنقاذ لأنه صار عندي إصابة في هاي الغارة الثانية وفقدت وعي إلى حوالي 25 يوم. بفضل الله عز وجل بعد ما اتجهنا لمكان الغارة الأولى، والله سبحانه قدر علي أنه أنا أكون يعني أحد المصابين وزميلي اللي كان معي بسيارة الإسعاف. فمجرد ما وصلت لمكان القصف الأول قصفت الطيارة المرة الثانية، فأنا كنت أول المصابين وفقدت الوعي،
زميلي كان إصابته أخف، نقلوني إلى مشفى العتارب، كانت الإصابة بليغة، فحولوني على مشفى باب الهوى، أيضا ما استطاعوا يقدموا لي أي علاج، فحولوني إلى تركيا. كما أخبرت أنه أنا قضيت حوالي 25 يوم في حال غيبوبة في العناية المشددة. بعد هذا ال 25 يوم الحمد لله الله من علي انه صحيت، ولكن كنت في حالة يعني حوالي من 80 ل 90%. لما حسيت حالي انه انا عم بتكلم كان نظري يعني بالنسبة للبصر خفيف جدا، يعني عبارة عن شفق بسيط وعلى جهة واحدة. فوضعت إصبعي على عيني، عرفت أن الله سبحانه وتعالى أكرمني في هاي العين اليمنى. كمصطلح مقول فقدت عيني، ولكن أنا بإذن الله سبقتنا للجنة. نسأل الله أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يأجرنا في هذا المصاب. فالحمد لله حمدت الله على تقديراته اللي الإصابات اللي كانت معي. العين الثانية كانت عرفت أنه أنا كمان مصاب، لأن الرؤية ضعيفة جدا. بعد التقديمات اللي تلقيتها في تركيا رجعوني لسوريا، وصرت استعيد الذاكرة يعني شيء فشيء، حتى عرفت إيشو الإصابة اللي في وجهي ورأسي وبعض شقزايا في المناطق. كانوا ينقلوني من مشفى لمشفى، حتى عفوا عن الدكاترة، بين دكتور الأعصاب ودكتور الأذن، لأني الأذن كان التنتين فجر غشاء الطبل، فعندي ضجيج مستمر في رأسي للأصوات اللي ما عم بستطيع أتحملها. فحولوني إلى مشفى عينية، أجرى لي الدكتور العيني عملية لليسرى، ونزع منا شظايا كانوا هن السبب في عدم الرؤية إلا بشيء بسيط، ولكن يعني بشرني الدكتور أنه ممكن إن شاء الله بعد 6 أشهر أو سنة. الشبكية كانت متأذية، ولكن وضعك الآن أفضل إن شاء الله. نتيجة 6 أشهر أو سنة بإذن الله راح إن شاء الله ترجع تشوف عينك اليسار. فصار عندي يعني سرور إنه أنا إن شاء الله راح تابع عملي مع إخواني الدفاع المدني، راح تابع عملي كما ينبغي إن شاء الله، أقدم المساعدة للمنطقة اللي أنا فيها وللأخوة اللي يعني راح يلاقوا ما لاقوا في الوقت هذا من قصف الطيران. فعندي يعني أمل ورجاء بالله عز وجل إنه أرجع لعملي مع اخواني في الدفاع المدني. فهذا يعني الامل اللي عندي انه ارجع لعملي نفسه.